عسلامة عسلامة، اش تحويلكم؟ شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة. اليوم مش نعملوا غوسيت سبيسيال متاع اندومي على طريقتي الخاصة، ما هيش غوسيت كلاسيكية. ننصحكم تجربوها بيتفي، خاصة للناس اللي تتقصر في الوقت ويزمها طيب حاجة بيتفي، دوك ننصحكم بها. به مش ناخذوا بوال نحطوا فيها الزيت، هنا مش نفوقوا الزيت متاعنا. شو معناتها؟ يعني مش نخلي إفة حتى تقلى شوية في الزيت باش تسيب النكهة متاعها في الزيت. هذه يعمل فرق كبير متاع بينا في الماكلة. الفح حلول عندنا فيح متاع بيتزا ناخو فيه مجية، هو فيه كليل وزعتر وبزيد حبق. الفح الثاني هو اليانسون النجمي، وهذا ننصحكم تستعملوه في المأكل الكل، حتى تنجموا تعملوا به تيزان، راهو به مفيد للبدن على الاخر ويخرج الجراثيم من البدن. به وزاد حاجة أخرى، عنده جو سكري، مثل يقولك المقارونة تحط فيها مغرفة قهوة متاع سكر باش تنحي القرصية متاع الطماطم. هذه يا سيدي تحطه في بلاصة السكر يسيب الجو متاعه لحلو، عنده جو حلو يبنن الماكلة ويفوحها على الاخر. به بعد ما فوحت انا زيت متاعي مش نحط البصل والفلفل، يتقلب ندبلوه لين يصفر. بعد ما ذبلنا البصل مش نزيدو الطماطم الخضراء ونحط معاها مغرفة ونص طماطم حكر، وماهيش مش نزيدو الماء. علاش؟ خاطر الطماطم الخضراء مش تسيب بشوية بشوية الماء متاعها، نخلي الطماطم الحكة مش تطيب في الماء بتاع الطماطم الخضراء جينا أبن. نغطيوها ونخليوها على نار هادية لين تطيب الطماطم الخضراء، وبرسك هيك الساعة تولي ما عادش فيها ماء، وقتها احنا نزيدو الماء. وهنا نزيد الملح حسب الرغبة، مش باش نحط برشا على خاطر قرية حسابي اللي بعد مش نزيد الزيتون، دونك ديما انتبهوا لحكاية الملح. به لهنا باش نزيد الرند، خاطر نسيت ما حطيتوش من الاول، يعني تحط توا الا تحط من بعد ما يقلقش. الطماطم نتاعي شحت من الماء، مش نخلي نمرق لها الماء، نصب لها الماء ونغطيها ونخليها تطيب. لين تطيب الطماطم بالكداك ساعة نزيدوا الاندومي. لهنا الطماطم متاعي طابت بالكدا بالكدا، ما عادش عندي طماطم هكا يبسه في وسط الصوص. الملاحظه الامبورطون راهو يلزم عندي صوص باش تطيب فيه الاندومي، على خاطر الاندومي تشرب الماء، تطيب فيه وتشرب الماء، يعني بعد مش تلقاها شايحه ما فماش صوص هكاك. دونك لا بلو امبورطون ما تخليوش الصوص كيما نطيبوها في سائر الايام المقارونة النورمال، لا هذه لازمها بزيد ماء تطيب فيها، دونك ما تقلقناش من بعد البيل الكل مش تشرب.
نحاول ندهم نتاعي ساي طابط وفيهم 5 دقائق، نزيدها الزيتون ومش نزيدها مغرفتين كريم فريش. تحبوا تحطوا لها الكريم ليكيد ما يقلقش، سواء ليكيد ولا كريم فريش. بيه ما نحطوش كونتيتي كبيره من الكريم فريش باش ما تقرصناش الماكله، دونك حاجه متوسطه. دونك حطيت شطر حكه بلاستيك، مش نخلطها ونخليها هكا تغلي شويه في بعضها باش تسيب البو الكل في بعضه. وبعد مش نزيد لها جبن موزاريلا ولا جبن كاتخو فرماج، الجبن اللي تحبوه انتما، وتسكر عليها خليوه يذوب في عقله هذيك، وقدموها بعد في صحن، حطها في صحن نتاعكم وصحوا بالشفاء. ان شاء الله تكون عجبتكم الغوصه نتاعنا وهكا كملناها. ما تنساوش الاشتراك في القناه نتاعنا وتفعلوا الجرس باش يجيكم اي حاجه جديده نهبطها، وكان فما حاجه تحب نجربها مع بعضنا قولوا لي عليها، خليوها لي في الكومونتير. ونختموا بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسلامه.